نعم شيخنا الجليل، الأخ إسماعيل كان من ضمن مداخلته يقول أتمنى أن يقف على حد تسميته أو السنة والشيعة على أمر واحد وهو القرآن والسنة. والله نحن نشد على يدك على هذه الدعوة، وليتكم تلتزمون بها. والله هو بالفعل لو اجتمعنا على القرآن والسنة لما وقع بيننا خلاف، ولكن أنتم مع الأسف مصرون إلى اليوم، يعني مصرون على أن لا تجتمعوا معنا على هذين الأصلين. تقول لي كيف؟ أقول لك بهذا: أما القرآن فقد حرفتم معاني، حرفتم معاني القرآن، يعني تفسيركم للقرآن تفسير باطل، فكيف نجتمع؟ أنتم مثلا تفسرون عبس وتولى، تقولون نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا. القرآن قال أن هذا العابس المتولي هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، لم يقل. هذا يتكفل به ماذا؟ علم التفسير، الروايات. رواياتكم قالت إن هذا العابس المتولي عن ذلك الأعمى والذي نزلت فيه هذه السورة القاصمة لظهره هو رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نقول من جانبنا، رواياتنا نحن تقول أن هذا العابس المتولي شخص آخر وهو عثمان بن عفان، لأنه حاشا رسول الله أن يكون على هذا الخلق وهو الموصوف بالقرآن الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. معقول رسول الله يأتيه رجل مؤمن ضرير، بدلا من أن يشفق عليه يعبس في وجهه ويتولى هكذا؟ يعني معقول؟ نحن نعتبر ذلك إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إساءة. فكيف نجتمع؟ نعم يمكن لنا أن نجتمع بأن تنزلوا على الحق وتقولوا نتمسك بتفسير القرآن كما جاء عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم أقرب الناس لفهم القرآن وتفسيره، فإن أستاذهم هو محمد صلى الله عليه وآله، هو جدهم صلى الله عليه وآله، وهم أعدال القرآن، وزعيمهم هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من بعد النبي، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وأهل بيت نبينا هم شركاء القرآن في الحجية، لأن النبي قال: تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإذا نفهم القرآن من طريق أهل البيت، نشوف ماذا قال أهل البيت في تفسير القرآن الحكيم. قالوا: عبس وتولى، نزلت في عثمان، قلنا سمعنا وأطعنا. نزه جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الفرية، من هذه الأكذوبة الأموية التي جاءت لتنزيه عجل بني أمية عثمان بن عفان هذا، وإلصاق هذه الشائنة بحق رسول الله صلى الله عليه وآله، قبلنا خلص. يعني أليس أحوط لدين المسلم أن لا يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد في نبيه صلى الله عليه وآله؟ أيهما أفضل، أن يعتقد المسلم أن عبس وتولى نزلت في رسول الله وهي سبة وعار، أم أن يعتقد بأنها نزلت في شخص آخر عثمان أو غيره؟ أيا كان، لا شك أن الأحوط للمسلم والذي يكون أقرب إلى الحق على أقل تقدير حفظا لمقام النبوة أن ينزه النبي صلى الله عليه وآله من ذلك. وكذلك لما تفسرون القرآن بأمور تسيء للأنبياء العظام صلوات الله عليهم: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. تفسرونها بماذا؟ تقولون أن موسى جاء وما أدري اغتسل ذات مرة في النهر ووضع ثيابه على حجر، وإذا بالحجر يأخذ ثيابه ويطير ويجري، وهو خرج اضطر أن يخرج
لكي يعني يسترد ثيابه فبانت عورته، وهو كان يجري وراء الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا ثوبي ثوبي يا حجر ارجع ثوبي، حتى رآه بنو إسرائيل ورأوا سوءته، نعوذ بالله، رأوا سوءته فقالوا ما بي يعني موسى بأس، لأنه كانوا يظنون أنه عنين من ذي قبل. يعني الله يعري نبيه ويظهر سوءته للناس بهذه الطريقة الشائنة حتى يبرئه مما قالوا، عجيب. هذا أيضا لا يمكن أن نجتمع معكم عليه عن أي تفسير للقرآن. أنت تقول نجتمع على الكتاب، طيب اجتمعنا على الكتاب لفظا، لكن معنى التفسير ما هو؟ لا نجتمع عليه، ولا يمكن أن نجتمع إذا كنتم مصرين على هذا الغي والضلال. نحن عندنا الأنبياء لهم حرمة، لهم مقام، لا يمكن أن نسيء لهم بهذه الطريقة، ولا يمكن أن نأخذ بصراحة برواياتكم الشائنة التي جئتم بها بالكتب السخيفة هذه، البخاري ومسلم وغيرها، التي احتوت على كم من هائل من المطاعن في أنبياء الله تبارك وتعالى، وإنما نأخذ تفسير القرآن من أئمة أهل البيت. ماذا قال علي بن أبي طالب في هذه الآية على سبيل المثال؟ قال عليه السلام إن التبرئة هنا أن الله برأه مما قالوا في أنه قد قتل هارون، فالله برأه مما قالوا. بنو إسرائيل اتهموا موسى عليه السلام بأنه قتل أخاه هارون عليه السلام، فالله برأه بقصة مفصلة، لأنه كشف سوءته للناس ولا عراه بهذه الطريقة. يعني هذا أصلا يخل، حتى لا أقول فقط يطعن على النبي، بل يطعن حتى على الله عز وجل. الله حكيم لا يعرض أنبياءه إلى مثل هذه الأمور، كشف السوءات والعورات. على سبيل المثال، يعني أنا أطرح مجرد أمثلة. كذلك نحن لم نجتمع على سنة نبينا صلى الله عليه وآله، لأنه لابد من تحديد ممن نأخذ السنة. نأخذ السنة من كيس أبي هريرة مثلا، الذي لما روى حديثا مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذاب كان طبيعته، يحب يكذب ويختلق كثير من الأمور، فتفاجأ بعض الناس قالوا بالله هذا سمعته من رسول الله؟ فاستحى وقال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني بهالطريقة. نأخذ ديننا، نأخذ سنة نبينا صلى الله عليه وآله من أبي هريرة مثلا؟ لا، ما نأخذها من الكذابين من أصحابه، ومن الذين زرقوا الإسرائيليات في على لسان رسول الله، يروح يتعلم له حديث من كعب الأحبار اليهودي، كان أبو هريرة مثلا، ومن ثم يأتي يحدث المسلمين بهاي العجائب الغرائب الإسرائيلية ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله بريء من ذلك، رسول الله بريء. علينا أن نحدد مصدر السنة، ممن نأخذ السنة، لا نأخذها من أي أحد، لا نأخذها من أصحاب رسول الله المنافقين، بل نأخذها من أهل بيت النبي صلى الله عليهم أجمعين، ومن أصحاب رسول الله الصالحين الثقات العدول الصادقين. يعني مثلا نأخذ الحديث عن سلمان مثلا، نأخذ الحديث عن المقداد، عن عمار، عن خالد بن سعيد بن العاص، عن أمثال هؤلاء الصلحاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لأن في ذلك تنزيها للنبي من هذه الأكاذيب التي ألصقت به حتى قام خطيبا في حياته وحذر من هذه الظاهرة، ظاهرة الكذب عليه، حين قال كثرت علي الكذابة، هذا في حياته، فكيف بعد استشهاده صلى الله عليه وآله. فإذن أولا لنجتمع على الكتاب والسنة، هذه دعوة خير لا شك، لكن علينا أن نبحث عن من نقبل تفسير الكتاب، وعن من نقبل السنة، نتلقى السنة عن من. إذا بحثنا في هذا الشيء واتفقنا ورجعنا إلى وصية نبينا صلى الله عليه وآله، فحينئذ نجتمع، نكون من أهل السنة والجماعة حقا، لأنه لم يرد حديث فيه لفظ السنة والجماعة إلا هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله
ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. فالواجب أن نتبع آل محمد عليهم السلام، حينئذ نكون سنيين حقا ومن أهل الجماعة حقا.